لنتعرف سويا على عناصر التخطيط الفعال للتعلم النشط. الهدف والمبرر بأن يتأكد المتعلمين ويفهمون إلى أين يتجه الدرس ولماذا. ثانيا الجذب والاحتفاظ، أن يجذب انتباه المتعلمين في البداية والحفاظ عليه طوال الدرس. ثالثا الإمداد، أي يزود المتعلمين بالخبرات والأدوات والمعرفة والإجراءات الضرورية لتحقيق أهداف التعلم. بالتالي حققنا نواتج تعلم مرغوبة. التأمل وإعادة التفكير، وهو تزويد المتعلمين بفرصة لإعادة التفكير في الأفكار الكبرى والتأمل في التقدم ومراجعة الأعمال التي قاموا بها، مستعينين بأدوات تقييم رائعة سواء ذاتي أو جماعي. الملائمة يعد بشكل مناسب ليعكس المواهب والاهتمامات والأساليب والاحتياجات الفردية. أخيرا التنظيم، ويكون للوصول إلى الفهم العميق الذي نريد الوصول إليه من التخطيط للفهم. شكرا لاستماعكم، أنا زكي فراش، وهذه عناصر التخطيط الفعال للتعلم النشط.